abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung. صوتا باطلا وأربع ملايين وأربعمائة ألف وسبعة 417,000 صوت صالح، وهذه ذهبت إلى روبرت هوفر، ومليونين ومئتين و لروبرت هوفر مليونين ومئتي ألف، بما نسبته 49%. الدكتور ألكسندر مليونين ومئتي وأربعين ألف بنسبة 50.3%، والنتيجة النهائية لهذه الانتخابات سيتم إعلانها من قبل اللجنة الفيدرالية الخاصة بالانتخابات في 1 يونيو. وهنا أود أن أتقدم بالتهنئة للرئيس المنتخب على انتخابه. Alexander Van der Bellen ist der nächste Bundespräsident der Republik Österreich.